ميلي عبد المجيد من مدينة وادي زم من مواليد 25 شهر 8 1959. كانت حياتي حسنة، لم ما عمري ما اشتغل، كنت شوية كندير التجارة شوية. هذه كانت عندي الوالدة في فرنسا وكنت مخنات أنا الوحيد ديالهم، الوالد كان قبل توفى، كنت مدلل مخنات. بديت الكوميرس، تزوج زوجات، دخلت الوالدة تزوج ألاج ديال 38. المهم بديت حياة زوينة أنا وواحد السيدة الزوجة وعشنا. فكرت ملي ولاو عندي تزاد الطفل الأول الثاني الثالث، فكرت توفاة الوالدة بقيت بوحدي كنحس، قلت نمشي للغربة. نعم كنت بطوموبيلتي، كانت عندي شي، المهم فاش غنمشي للغربة بعت البيت ديالي وبعت 82 وبعت السيارة، كانت عندي الزيبرا الكات، الذهب كانت عندي شي رابعة ديال الذهب بين جوج سرتلات ديال الواليد، انا السنسلة كورميت، بعت كاع داكشي مشينا لاوروبا مدة ميم با 4 2 ويدمي. المدام صافي ما تلاش، قالت لك بغيت ما تلاش، هي قالت لي ما تليش بغيت، تحلوا القانون وتعرفت على ايطالي، هي معايا وباقا معايا في باقا مع العام، عام ونص الاول والعام الثاني، وعام العام الثاني مشينا في 2011. في 2012 تعرفت بيه وبقات معايا ومعاه خيانه، كتمشي تقول لي، وليت كنشم فيها الرائحه ولات من الاسلوب ديالها باش كتهضر معايا، وليت ما شغلكش انا نخرج ندير، ولات اللباس ديالها غيراتو، الاسلوب ديال العيشه ولات ديما كتغوت، وراه انا انسان شويه حساس، في ساعه كنفهم. بقيت صابر عليه، ما نكذبش عليكم، شحال من مره ملي كنكون ناعس حتى تنوض في الليل تنبغي نقتلها، وفكرت لولادي، قلت ولادي خسرت عليهم كل شيء، وصلتهم 30 مليون. بقات واحد البقعه كنت شريتها هنا، بقات بعتها ثاني، حبست عليا الوراق حيت تحكمت في المحكمه، حكموا عليا برجل خطير. قالت لي قالت لهم راتي يبيع الغبرة وراتي يشفر وبغى يقتلني ودي يجي ديما واوي، كاع المناتير كاع الاتهامات اللي في العالم في الكرة الأرضية حطتهم ليا، هذوك الناس كيأمنوا حطوا لي هذاك الشيء، حكموا عليا بس ما عمري ما كنطلب فيها. وليت كنقول لها أختي، حيت ديك الساعة داوا السيرفيس سوسيال مدينة أخرى، عرفتي تقول لي ما شغليش أنا من مع المحامية ديالك ديالها، ملي كنعيط انا المحامي ديالي كيعيط المحامي، تتقول انا لا المحامية، تتقول ورا مرتو اللي ما بغيتش انا ما ندير له والو، استعيت هربت لفرنسا وخليت مشيت. قال لك شهر يشدوني وسيرتهم اللي كيسيبوك راجل خاطئ البوليسي الاورديناتور تطلع يزوك ديك الساعه الطياره يهبطوك في المغرب. هربت لفرنسا، جلست فرنسا، درت لجوء انساني ماشي سياسي، كنبغي بلادي. قلت لهم بان خالي بغايا ولا شي حد من العائله، قال خاصنا الحجه، ما كايناش الحجه باش ناخذ الوراق ديالي ونعس في الشوارع. اوروبا الحمد لله بلاد الخير هذيك، ما كيخليوكش تحتاج. فكرت سيدي قلت بلادي اللهم، قلت واحد الصديق علاش جيت، قلت الصديق ديالي هي هبطت في 2016 وطلقات وبعد شي بقعه كانت بلا خباري، ولات من حقوقها شي ولات في المغرب، كدير كتسامح في حقوقها وتطلق طلق بلا خباري. والصديق هذا اللي وريتكم اللي قلت لك دار لي فلوس، بقات يكذب عليا من 2016 فاش هبطات تيقول لي الوراق باقي ما عمرها ما جات. ما قلت انا باقي عندي واحد البقعه ديالها ياك، كنسالها 14 مليون ونص. انا دابا كنعيش في الشارع وما كنقدرش نطلب، كناكل من الزنقه، كان من اللي كيشات شي كاسكروط ولا شي واحد تيحطو، ما قدرتش. واش غادي نبدا نطلب نبيع الدروغ نبيع الخمر؟ حرام، ما بغيتش نبغي تلقى الله، خصوصا فاش سمعت الزوجه تزوجت باجنبي عام. اما بغيت وليت كنصلي، بعت من الشراب، بغيت خويا نعيش نكمل الحياه في عمري 62، بغيت نلقى الله مزيان. واخا نتوما راكم لقيتوني كنت باغي ننتحر، لقيتوني قلت لكم باغي ننتحر، نتوما تيرجع لكم شويه الفضل، والفضل كله لله. خويا ما دمت قلت لك بالاسلام تنقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شرا.
وبكيت بزاف، بكيت ماشي عام تقريبا مده هاد 8 سنين اللي بكيت وما بكاش دري صغير، دري يوميا تنبكي، لان لا ولاد لا بفلوس لا صحاب لا احباب، كل شيء تحد نساوني نساوني، ما عقلوش عليا، وعندي مع الف ديال الاصدقاء فوا دي زام. انا لا اريد سمكه، اريد شي شغل ولا شي محسن. عندي البيرمي قاري، كنتكلم الطليانيه الفرنسيه الانجليزيه، خدي ما باش بور سير فيفر، باش ناكل. ما باغيش انا الدنيا ولا الطوموبيل، دابا دوزت هادشي، بغيت نبقى شي خدمه ولو كانت بعيده كاع على الناس، بغيت نقابل شويه الصاله وخدمتي والله.